أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معطي جزيلا لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه، واجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه وما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين، فمن تمسك به نال هداه، ومن تعد حدوده خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتعالي عن النظراء والأشباه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق الضياء، وسلم تسليما. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المشاهدون، أرحب بكم من رحاب الزاوية الأسفلية ومن داخل مسجد الإمام العارف بالله سيد عبد السلام الأسمر، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتوجه لحضراتكم بالتهنئة والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله فيه أن يعيننا على صيامه حق الصيام وقيامه حق القيام، وأن يجعلنا وإياكم من المعتوقين من النار، وأن نعمل فيه صالحا يرضاه ربنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، إن أحكام الشريعة الإسلامية أحكام عامة تتناول كل شيء في الوجود، تتناول علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فتضع لكل علاقة ما ينظمها ويربطها في كل زمان ومكان، استنباطا من القرآن الكريم وسنة نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم. ولقد بذل العلماء السابقون رضي الله عنهم كل ما في وسعهم لاستخراج هذه الأحكام واستنباطها، وأحاطوا بها جميعا، فلم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصوها، وتركوا لنا ثروة عظيمة من النصوص والأحكام التي حوتها بطون الكتب الفقهية في المذاهب المختلفة، وفي مقدمتها مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولما كانت أحكام العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وإباحة وحضر وغير ذلك من الأمور التي تتناول علاقة الإنسان بربه، من أهم الموضوعات التي تناولتها هذه المؤلفات، وهذه الأحكام تأتي في المرتبة الثانية بعد عقائد التوحيد. فكان لزاما على كل مسلم أن يعرف هذه الأحكام ويربطها حتى تصح عبادته وتكون مقبولة إن شاء الله تعالى، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا وكان خالصا لوجهه الكريم. ما كان صوابا أي موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الجاية. والعبادات هذه الأحكام كما ذكرت لكم تأتي في المرتبة الثانية بعد أعضاء التوحيد. ومما ينبغي التنبيه إليه والاعتناء به من تلك الأمور أمر الصلاة. وقد ارتأيت أن أحدثكم عن جانب مهم من جوانبها، ألا وهو الاستخلاف في الصلاة. كما تعلمون أنه مما لا شك فيه أنه قد يحصل لإمام من الأئمة في الصلاة أمور خارجية ليست بمحض إرادته واختياره، تضطره إلى قطع الصلاة أحيانا فيضطر للاستخلاف، كأن ينضبط وضوء الإمام في الصلاة أو أن يحدث في أثنائها مما يوجب عليه الانصراف منها للوضوء، أو يصاب برعاف في صلاته أو مرض في أثنائها وغير ذلك من الأعذار التي تطرأ على الإمام. لذا شرع الإمام عند حصول ذلك أن يستخلف من يكمل بالمؤمنين صلاته. وكما تعلمون أنه لا يخلو حال كل واحد منا إما أن يكون إماما أو مأموما، فربما يكون في هذا الموقف سواء كان إماما أو مأموما، فإذا لم يعرف أحكام هذا الفصل أو هذه الجزئية من الصلاة فربما يسيء التصرف في الصلاة وربما يؤدي إلى بطلان العبادة كما سنعرف إن شاء الله في نهاية هذا الحديث إن شاء الله تعالى. أولا، ما هو الاستخلاف؟ وما حكمه؟ ومن الذي يجوز للإمام أن يستخلفه؟ أولا، الاستخلاف هو استنابة الإمام غيره من المأمومين ليكمل بهم الصلاة لعذر قام به، لعذر قام به، وحكمه مندوب في غير صلاة الجمعة. أما في صلاة الجمعة الاستخلاف واجب، الاستخلاف واجب. وعندما نقول مندوب بمعنى أن الإمام إذا شاء استخلف وإذا شاء لم يستخلف، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى. إذن حكمه الندب في غير صلاة الجمعة، وفي صلاة الجمعة الوجوب. من يستخلف الإمام من المأمومين؟ هو أولا ينبغي على الناس، ينبغي أن يكون من يقف وراء الإمام أولي النهى والأحلام كما قال صلى الله عليه وسلم، أن يكون صاحب علم أو معرفة بأحكام استخلاف الصلاة. وأيضا حتى إذا لم يكن كذلك يشترط ممن يصلح للإمام خلف الإمام، ينبغي أن يكون خلف الإمام من يصلح للإمام أو تشترط فيه شروط الإمام حتى إذا استخلفه الإمام تصح صلاة الخليفة بالمأمومين. من الذي يصح للإمام أن يستخلفه؟ يستخلف من المأمومين من ثبتت إمامته، من ثبتت إمامته. لا بد للمأموم أن يصلح أن يكون إماما. كيف ذلك؟ لا بد للمأموم أن يكون قد أدرك
تكبيرة الإحرام عليها كبر تكبيرة الإحرام. وكذلك لابد أن ينوي الصلاة المعينة، وكذلك لابد أن ينوي الاقتداء بالإمام. فإذا لم ينوي الاقتداء بالإمام لا يصح صلاته، لأنه كالمصلي وحده، كمثل الشخص الأجنبي. كذلك الشخص الذي لم يكبر تكبيرة الإحرام لا يصح للإمام لأن يستخلفه. ولا بد في الاستخلاف أيضا أن يكون خلف الإمام اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. أما إذا كان مع المصلي الواحد لا يصح الاستخلاف. ينبغي إذا قطع الإمام الصلاة على المأموم المنفرد هذا أن يقطع بخطع الإمام ويسلم في الصلاة الجديدة. فإن تم صلاته صح صلاته على ما ذكر له، لكن خالف الأولى. إذن لا يقدر الاستخلاف يسلم إذا كان خلف الإمام اثنان فأكثر من المأمومين. هناك أعذار تبيح للإمام أن يستخدم. أولا، ماذا يشترط للاستخلاف؟ يشترط للاستخلاف حصول العذر للإمام، حصول العذر للإمام. ويشترط في هذا العذر أن يكون مما لا تبطل به صلاة المأمومين. فإن كان العذر مما تبطل به صلاة المأمومين لا استخلاف حينئذ، لا يستخلف الاستخلاف. إذن ماذا يشترط في الاستخلاف؟ يشترط حصول العذر للإمام، ويشترط في العذر أيضا أن يكون مما لا تبطل به صلاة المأمومين. حتى وإن بطل صلاة الإمام لكن صلاة المأمومين صحيحة كما سنعرف إن شاء الله في الحديث التالي إن شاء الله تعالى. الأعذار قسمها العلماء إلى قسمين رئيسيين: عذر خارجي، العذر الذي يحصل للإمام قد يكون عذرا خارجيا خارج الصلاة، وقد يكون عذرا متعلقا بالصلاة. والمتعلق بالصلاة إما أن يكون مانعا من الإمامة، وإما أن يكون مانعا من الصلاة. نبدأ بالأعذار التي إذا ضغط على الإمام، الأعذار الخارجية التي إذا ضغط على الإمام يجوز له قطع الصلاة وأن يستخلف إن شاء في غير صلاة الجمعة. إذا خشي الإمام تلف مال له باب، سواء كان هذا المال له أو لغيره، سواء كان هذا المال قليلا أو كثيرا، سواء كان هذا المال عينا أو عرضا أو حيوانا، إذا خاف الإنسان باستمرار في الصلاة أن يتلف المال أو هلاك المال فيجوز له أن يقطع الصلاة وينقذ المال. كان يخاف عليه من السرقة أو يخاف عليه من القصد أو غير ذلك من الأمور الذي يخشى منها تلف المال. وكذلك إن خشي الإمام تلف نفس محترمة، سواء كانت محترمة له أو حتى لو كانت كافرة هذه النفس، فإن الإمام له يجوز له أن يقطع الصلاة ويوقد هذه النفس، كأن يخاف على صبي أن يقع في بئر أو في حفرة أو في نار، أو يخاف عليه الأذى الشديد، فإنه يجوز له أن يقطع الصلاة ويستخفف. هذا بالنسبة للأعذار الخارجية التي إذا ضغط على الإمام يجوز له أن يستخفف. أما العذر المتعلق بالصلاة قسمه العلماء إلى قسمين: قسم مانع من الإمامة وقسم مانع من الصلاة. وعندما نقول مانع من الإمامة بمعنى أن الإمامة لا تبطل صلاته، لكن حصل له عذر يمنعه من الاستمرار في الصلاة، فماذا يفعل؟ لابد أن يلجأ إلى الاستخلاف.
كان يعزف الإمام عن ركن من أركان الصلاة كالقيام أو الركوع أو السجود أو الرفع من الركوع أي ركن من أركان الصلاة. إذا عزف الإمام عن ركن من أركان الصلاة فإنه يرجع مأموما إن أمكنه ولا يجوز له القطع. الإمام إذا عزف عن ركن قد يحدث الإنسان شد عضلي يمرض يصير أي شيء يعجز عشان يكمل فيستخدم هذه الحالة. هل نقطع الصلاة أو لا؟ نقول له إن أمكنك أن ترجع مأموما ترجع مأموما ولا يجوز لك القطع وإلا فاقطع ولا شيء عليك. أو يحصل للإمام يعرف في الصلاة خشبة يصب الدم والرعاف الصلاة ينقسم إلى قسمين رعاف بناء ورعاف قطع أي الذي يصح للإمام أن يبني مع الصلاة هذا رعاف بناء بمعنى أنه لم يلطخه بما زاد على الدرع كان أقل من الدرع هذا يجب له أن يخرج لقصد الدم ويرجع مأموما ويستحضر طبعا. أما إذا حصل رعاف القطع بمعنى أن كان الدم قاطرا أو سائلا ولطخه بما زاد على الدرع بما زاد على الدرع فهذه الصلاة باطلة ويقطع ويستخف. هذه الأعذار المتعلقة بالإمام. إذن إذا عجز الإمام عن ركن من أركان الصلاة فإنه يستخف. ركزوا عجز عن ركن لم يعجز عن السنة. إذا عجز عن السنة لا يباح له الاستخلاف لأن ترك السنة أهون من ترك العمد لا تطلب الصلاة في السنة حتى ولو تركها عمدا أو جهلا على ما ذكر العلماء وقالوا أنه يستغفر الله ولا شيء عليه. وربما تتعدى هذه المسألة في أن الإمام إذا قرأ الفاتحة ثم حصل له عذر في قراءة السورة يستغفر في هذه الحالة لا يستحق لا يستحق له مستحق بل يكمل الصلاة يكمل الركعة. فإن عجز في الركعة الموالية عن قراءة الفاتحة فإنه في هذه الحالة يجوز له الاستحقاق. أما في السنة العجز عن السنة لا يجوز الاستخلاف في العجز عن السنة العجز عن السنة. أما الأعذار المتعلقة وكانت مانعة من الصلاة وعندما نقول مانعة من الصلاة أي من صحة صلاة الإمام لا من صحة صلاة المأمومين إن شرطها في العذر الحاصل للإمام أن يكون مما لا تبطل به صلاة المأمومين. ولهذا إذا كان العذر مانعة من الصلاة ويمنع صحة صلاة الإمام وصلاتهم صحيحة للمأمومين فإنه في هذه الحالة يباح له الاستخلاف وهي أعذار كثيرة نذكر منها كأن ينتقض وضوء الإمام في الصلاة يخرج منه بول يخرج من ذريه وغيرها من نواقض الوضوء فإنه في هذه الحالة يستخلف أو يتذكر أنه دخل الصلاة بغير وضوء تذكر في إحدى الصلاة أنه دخلها بدون وضوء ولكن يرجع الانتباه هنا لمسألة مهمة ينبغي للإمام ألا يتحرج ألا يتحرج إذا دخل الوضوء أو إذا تذكر أنه غير متوضئ ينبغي عليه ألا يعمل أي عمل بالمأمومين أي حالة تتذكر فيها أو يحصل فيها العذر اخرج مباشرة إذا كنت ركع ما تنفعش وإذا كنت ساجد تنفع في المأمومين فإذا عمل بهم عملا وتابعوه بطلت الصلاة على الجميع وهذا رغم فقه الصلاة يجب على الناس أن يفهموه ولهذا
الناس ما ينبغيش علينا نحن كمأمومين أن نرفع إلا إذا سمعنا الإمام. قال سمع الله لمن حمده أو سمعناه قال الله. مرات الإمام يرفع بدون تسميع وبدون تكبير لحصول عذر له. ما ينبغيش على المؤمن يرفع فوق الكعبة. وهذا مما ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة بالتحديد. إذن مشترك في هذه الكيفية أن لا يعمل به عمل. والمقصود بأن لا يعمل به عمل بمعنى أنه إذا كان رافعا وانتقض الوضوء وتذكر أنه غير متوضي لا يرفع بالتسمية. لم يستمع الله لمن حمده إذا كان ساجدا الله أكبر أو كبر وغير ذلك. فإذا عمل به عمل بطلت الصلاة على الجميع. صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا في صدق الحدث ونسيانه كهذه المسألة التي ذكرناها. وهناك مسائل أخرى ذكرها الفقهاء تندرج تحت هذه القاعدة، وهي إذا ضحك الإمام بصوت يكون قهقها، ضحك الإمام فإن الصلاة تبطل عليه ولا تبطل على المأمومين، فيستخلف إشارة أو تذكر أن في ثوبه نجاسة، وهذه النجاسة مما تبطل الصلاة لأن تزيد على الدرهم مثلا، أو رآها مأمومه وأراه إياها أخبر به وخرج الإمام فورا كذلك، أو سقط ثوب المصلي وانكشفت عورته المغلظة وأرجع الثوب مباشرة، فإنه يستخدم في هذه الحالة أيضا. وكذلك إذا أغمي عن الإمام أو جن أو مهد، ولكن المستخدم في هذه الحالة هم المأمومون أنفسهم، هم الذين يقدموا مسلمين الإمام خلاص طلعوا عليه الجنون أو أغمي عليه أو مات، فإن المأمومين هم الذين يستخلفون لأنفسهم. فإذا ما حصل للإمام عذر من الأعذار السالفة الذكر وكان في حالة الركوع أو كان في حالة السجود، فإنه ينبغي عليه ألا يرفع وفي السجود بدون تكبير لئلا يقتدوا به، لئلا يقتدوا به ويرفعون برفع الخلفه. وهذه مساله مهمه. لو فرضنا انهم رفعوا برفع الامام الاول، الامام رفع بدون تسبيح، قال سمع الله لمن حمده او ما قالش الله اكبر، وهم رفعوا الناس رفعوا معه، فينبغي عليهم ان يعودوا مع الخليفه حتى ولو اخذوا فرضا مع الاول، لابد ان يعودوا مع الخليفه. فان لم يعودوا مع الخليفه يشترط شرط بس انهم ان اخذوا فرضه مع الاول صحت صلاته. ولكن لما ذكر التفصيل في هذه المساله وهي إذا رفع المأمومون غلطا أو جهلا رب ما يعرفه شكره خلاص أو برضه رفعه مع الإمام فصلاته صحيحة حتى وإن لم يعود مع الخليفة. أما إذا رفعوا متعمدين فصلاتهم باطلة خاصة المتعمدين عالمين بحدث الإمام، فإن فعلوا ذلك فصلاتهم باطلة. هذا الواجب على الإمام أن يفعله. أيضا هناك مسألة أخرى في هذا الجانب، وهي إذا لم يستخلف الأمر، الاستخلاف مندوب، معناها الإمام حتى يخرج ويتركهم عادة
فإذا لم يستخدم ابنهم الإمام يندب للمأمومين أن يستخدمهم يجب وحدهم. إذا ضرع الإمام عذر من الأعذار السابقة ويندب أن يستخدم أقرب شخص للإمام. أقرب شخص للإمام هو الذي يندب استخدامه. لماذا؟ لأنه أدرى بأفعال الإمام ولتيسر تقدمه أيضا. ويندب لهذا الخليفة أن يتقدم على المأمومين، يتقدم على المأمومين. ولكن هنا مسألة مهمة وهي كيف يتقدم هذا الخليفة. احنا قلنا الإمام يخرج على الحال الذي حصل له توقيع الأمر، كان في الركوع يخرج في الركوع، كان في السجود يخرج في السجود، كان في الجلوس يخرج في السجود. الخليفة كيف يدخل للصلاة؟ يدخل للصلاة على الحال الذي هو فيه. إذا كان ركعا يتقدم ركعا، وإذا كان ساجدا يتقدم ساجدا، وإذا كان جالسا يتقدم جالسا، على الهيئة التي هو عليها. لا يفعل، ما ينفعش. هذا بعكس من رأى فرجة أو سترة وأراد أن يتقدم لها، لأن من رأى الفرجة لا يجوز له أن يدب في الصلاة وهو جالس وهو ساجد، بل يدب راكعا أو قائما. لما يدب من رأى فرجة في الصلاة وأراد أن يسد هذه الفرجة أو أراد أن يأخذ سترة لخوف المرور من أمامه، ف يجوز له أن يتقدم في حالتين فقط، في حالة الركوع وفي حالة القيام. أما في حالة السجود أو الجلوس لا يحق له أن يقبح المنظر لقبح الحال. أما في الاستخلاف يجوز ذلك ولا شك. ليش؟ في الاستخلاف يجوز لأن هذا الأمر له علاقة بإصلاح صلاة المأمومين. إذن يندب إذا تركهم الإمام، يندب للمأمومين إذا تركهم الإمام ولم يستخلفوا، يندب أن يستخلفوا لأنفسهم، وأيضا يندب أن يتقدم الأقرب للإمام، وأيضا يدب على الحالة التي هو بها كما ذكرت لكم. وكذلك يصح أن يتم أخذاذا. إذا تركهم الإمام خلف يصح لكل المأمومين أن يتموا أفضل، الواحد يصلي روح ويتم صلاة روح وصحيحة ولا شيء فيه. ويصح أيضا أن يتم بعضهم بإمام والبعض الآخر بدون إمام أفضل، جائزة. ويصح أن يتموا بإمامين أو بأحد أكثر، جائزة. لماذا؟ لأن ربة الإمام الخليفة ليس ربة الإمام الأصل، ولهذا جاز مع الخليفة ما لا يجوز مع الإمام الأصل. وهذه الأحكام الحقيقة ينبغي أن نعرفها نحن كلنا. مرات الإمام يسمي عذر وفي حد يتكذب حتى يجد الإمام يقول يوقف ما يقدمش. ما الواجب علينا فعله في هذا الحال؟ كمل صلاة الروح، صلاة صحيحة، تقدم الإمام روحه صلاة صحيحة، صلاة مجموعتين الناس صلاة صحيحة. بل لو فرضنا أن الإمام استخدم شخصا وتقدم غيره، الإمام أشار لشخص معين قال تقدم قبل الإمام صلاة، تقدم واحد ثاني بدله، شو محمد الصلاة؟ صلاة صحيحة لا شيء. وذكر العلماء مسألة مهمة في هذا المسألة، قال إذا لم يقصد التكبر بتقدمه هذا على الناس والصلاة صحيحة، أما إذا قصد التكبر والاستعلاء على الناس فصلاة صحيحة. هذا الكلام في غير صلاة الجمعة. أما في صلاة الجمعة فيجب الاستخلاف، يجب الاستخلاف. إذا حصل الإمام في صلاة الجمعة عذر من الأعذار السابقة يجب عليه الاستخلاف. لماذا؟ لأن الجمعة لا تصح إلا بإمام ولا تصح إلا بجمعة، صحش أكثر من خليفة. من الذي تصح صلاة؟ هل تصح
الإمامين صلاة الجمعة لا تصح بإمامين، أما صلوات أخرى فصحت بإمامين، صلاة الجمعة لا تصح بإمامين. لو فرضنا أنه حصل ذلك وتقدم إمامان لصلاة الجمعة، من الذي تصح صلاته؟ تصح صلاة من استخلفه الإمام إذا اكتمل معه العدد الذي تصح به الجمعة وهو 12 شخصا ممن تتوفر فيه شروط الجمعة وصلاة الإمام الأخبار. فإذا لم تأتمر الجماعة مع الإمام الذي استخلفه الإمام ننظر للاحق، إن اكتملت معه الجماعة صحت صلاته، فإن استوت الجماعة بين الإمامين الصلاة باطلة على الجمع، الصلاة باطلة على الجمع. وهنا مسألة مهمة، هل للمأمومين أن ينتظروا للإمام حتى يعود برجوع يجيب؟ والله لابد أن يستحضر. وفي الحقيقة ذكر العلماء هذه المسألة وقالوا أنه أن الإمام إذا قطع صلاته وخرج أو حصل له عذر من الأعذار السابقة لا يعود إماما بل يعود مأموما، ولا ينبغي للقياس انتظاره غير جش. لماذا؟ لأن صلاة الإمام بطلت في الأعذار المبطلة للصلاة، فإذا عاد هو واستأنف في حرام جديد بتبني على الحرام الأول واستأنف في حرام جديد. فإذا المأمومون بنوا على إحرامهم الأول صلاتهم بطلت، وإذا استأنفوا التكبير في حرام جديد وكذا وقطعوا الصلاة فصلاتهم صحيحة. ولكن هذا خلاف الأول حقيقة، هذا خلاف الأول. ولهذا إذا خرج الإمام ينبغي على المأمومين أن لا ينتظروا، إما أن يستخلفوا إذا لم يستخلف لهم الإمام أو كمل صلاة الرحم، صلوا أفدادا. هذا الكلام حتى في صلاة الجمعة، أما في صلاة الجمعة فلا يكفي لكم، لابد من الإمام ولابد من الجماعة. وأنا لم أتطرق لخلاف العلماء في هذه المسألة، وإنما ذكرت لكم الراجح والمشهور في المذهب المالكي في الاستخلاف حتى لا أشوش على الناس. نأتي الآن، ما الواجب على الخليفة أن يفعله؟ تقدم هذا الخليفة، ينبغي عليه أن يبدأ القراءة من انتهاء الإمام الأصلي إن علم انتهاءه. إذا عرف وين وقف القراءة ينبغي له للخليفة أن يكمل القراءة من حيث انتهى الأول، إن كان يحفظ، إن كان وقوفه في سورة أو في آية أخرى، إن كان يحفظها أكملها، وإن لم يكن يحفظ، فإن كان الإمام الأصلي قرأ اكتفى بقراءة الإمام الأصلي وركع، وإن ابتدأ قراءة جديدة ما فيش بس. والصلاة سواء كانت صلاة سرية أو جهرية، والصلاة السرية مرات الإمام يعلمه يقول له أول وقف في كذا أو قراءة الفاتحة أو قراءة الفاتحة أو سورة كذا يتكلم منه. والحقيقة أن الإمام إذا أراد أن يخرج ألا يتكلم، ولكن قد يضطر للكلام، قد يضطر للكلام، وكلامه لا بأس به في هذه الحالة إذا كان مضطر للكلام. وفي الصلاة السرية كما ذكرت شبنا أن الإنسان إذا خرج الصلاة السرية إذا علم المأموم انتهاء الإمام الأول بأن أخبره الإمام الأول فإنه يبدأ بانتهاء الإمام الأول، فإن لم يعلم يبدأ القراءة من جديد وجوبا من أول الفاتحة، يعاود القراءة من أول الفاتحة وجوبا. وهذه الحقيقة ربما يتعرض لها كثير من الناس، مثلا وما يقدر تنقل ايش حكي بالصوره، خايف اذا كان قريب الامام حتى ايات انت اقطعته ما تقراش، اذا قريب هو الفاتحه انت اقطع 40 صوره اخرى ما فيش اشكال. ولهذا
قلت له من ينبغي ان يكون خلف الامام؟ الناس المتعلمه، الناس العاده، حتى يستطيع ان يكمل الصلاه. او من هو متعلم حتى مثل حضرته الان عرفته بالحكم و استخلف الامام احدكم يجوز، لانه لابد في الامام ان تشرع فيه شروط الامام فقط، يكون الصبيان خلف الامام. شروط صحة الاستخلاف، ماذا يشترط صحة الاستخلاف؟ يشترط صحة الاستخلاف أن يدرك المأموم مع الإمام جزءا يعتد به من الركعة التي حدث فيها العذر. ركزوا على النقطة دي. يشترط لصحة الاستخلاف أن يدرك المأموم جزءا يعتد به من الركعة التي حصل للإمام فيها عذر. كيف ذلك؟ وذلك صادف بأن يدرك أن يدخل المأموم على الإمام بعد تكبيرة الإحرام، سواء قبل القراءة أو حال القراءة أو حال الركوع أو حال الرفع من الركوع، لكن قبل أن يعتد الإمام من الرفع من الركوع. هذا يصدق عليه أنه أدرك جزءا يعتد به من الركعة. وكذلك من أدرك الإمام في قيام الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ولا ننظر إلى الصعود بعد ذلك، سواء حصل له العذر في حالة الركوع، في حالة الرفع بعد الركوع، أو في حالة السجود، أو في حالة الجلوس، لا ننظر في أي حال حصل له العذر، لا يهم. يشترط أن المأموم يدخل مع الإمام قبل حصول العذر، هذا الشرط. لأن المأمومة إذا دخل مع الإمام بعد حصول العذر لا يصح استخلافه، لأن شخص أجنبي. ولهذا من دخل مع الإمام مثلا في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو بعد الرفع من الركوع وبعد ذلك حصل للإمام عذر، يصح استخلاف الشخص الآخر؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يدرك مع الإمام جزءا يعتد به من الركعة. واحنا قلنا متى يجوز التسجد في تقديم الركعه؟ اذا دخل بعد تكبير الاحرام الامام، النقطه الاولى على كبر الامام وكبر الماموم، بعد ذلك حصل عذر للامام يصح استخلافه. وكذلك اذا ادركه حال القيام في الركعه الثانيه او الثالثه او الرابعه. لكن هناك مساله مهمه ذكرها الفقهاء، وهي إذا أدرك المأموم جزءا يعتد به من الركعة، دخل مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام وأدرك معه التكبيرة وأدرك معه القراءة وركع المأموم وركع الإمام، ولكن المأموم نعس أو صحي مع الركوع، المأموم نعس أو صحي ما استطاع عشان يركع وحصل عذر للإمام في الركوع، لا يصح استخلاف هذا الذي لم يركع مع الإمام. ليش؟ لأنه هذا ركن من أركان الصلاة، والركعة هذه بالنسبة له بقية باطل يقضيها بعد انتهاء الإمام له. ولد زيد في أماكن مستحبة هذا أو مرات الإنسان يكون سهل فهمه وناقصه دور ينعس في الصلاة، وهذا النعاس لا يكون ضد الله. يركع الإمام ويعلم شكله حتى رفع الإمام مثلا. فإذا حصل عذر الإمام في الركوع لا يصح أن يستخلف هذا الشخص الذي فاته الركوع مع الإمام، ودي جزئية مهمة ينبغي التنبه لها. إذا هناك مسألة أخرى، وهي إذا دخل المأموم مع الإمام في حالة السجود أو في حالة الجلوس بين السجدتين أو بعد رفع من الركوع مثلا، ودخل مع الإمام وقام معه للركعة الموالية، وفي قيامه للركعة الموالية حصل عذر للإمام، في هذه الحالة يصح استخلاف هذا الشخص. ليش؟ لأنه أدرك جزءا يعتمد به من الركعة.
احنا قلنا اذا ركعوا في قيام ركعت يصح استخلاف. هذه من المسائل المهمة التي ينبغي للناس التفضل لها حتى يستطيعوا إكمال صلاة الإمام الأول. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في هذا الجانب في الاستخلاف مسألة مهمة وهي دقيقة ذكر الفقهاء. إذا استخلف الإمام هذا الشخص الأجنبي الذي لا يصح استخلافه هل يصح الإمام أن يقف به؟ لا، ركز عليه القيام. أي شخص يدخل بعد حصول العذر للإمام واستخلف الإمام شو وهذا الخليفة ضد صحة الاستخلاف جدد فينبغي للمأمومين أن لا يقتدوا به فإن اقتدوا به فصلاتهم باطلة. أما صلاته هو إن لم ينوي على صلاة الإمام بل بدل صلاة جديد لنفسه صلاته صحيحة. أما إذا بنى على صلاة الإمام لا يحلو حاله من أمرين، إما أن يبني في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. فإن بنى على صلاة الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية صحت صلاته. لماذا؟ لموافقة الصلاة هنا الصلاة المعهودة المعروفة وهي القيام في محل القيام وجلوسه في محل الجلوس حتى وإن خالف في القراءة لا بأس. كمثال مثلا تجد شخص دخل على الإمام في الركعة الثانية وهو شخص أجنبي عن الإمام لا يصح استخلافه، تقدم استخلفه الإمام ظانا صحة الاستخلاف فقلنا يجب على المأمومين أن لا يقتدوا به صدر روحه، لكن هو صلاة تتكلم على صلاة هو نفسه. فإن بنى على صلاة الإمام وكان في الركعة الثالثة مثلا صحة صلاته. لماذا تصح؟ للموافقة للصلاة المعهودة. كيف الصلاة؟ على القيام في محل القيام، جلوس في محل الجلوس. كمثال جاء في الركعة الثالثة دخل الركعة الثالثة شنو يعمل فيها؟ فتحة سر ولا جهر؟ سر إذا كان صلاة سر جاي وعلى كلام يستريح وبيمشي بعدها ركعة أخرى بفاتحة فقط وبيجلس. هل هذا قيام وهو قيام خاص بالصلاة وجلوس وهو جلوس خاص بالصلاة ثم يأتي بفاتحة وسورة جهرا إن كانت صلاة جهرية ثم يأتي بفاتحة ركعة أخرى بفاتحة وسورة جهرا. المخالفة هنا في القراءة فقط ولعل الفقهاء سامحوه في هذه الجزئية لسقوط السنة في الركعتين الأوليين وسمعوه في ذلك سواء كان أدبه بالسنة عمدا أو جهدا وقالوا يستغفر الله ولا شك عليه وصح صلاته. أما إذا كان بناؤه في الركعة الثانية أو الرابعة أو الثالثة من ثلاثية فصلاته باطلة. ليش؟ لأنه في هذه الحالة ستتغير هيئة الصلاة. مثلا إذا جاء في الركعة الثانية واستغلفها يقرأ فتح سورة ثم بعد ذلك كان بيمنع صلاة الإمام شيء كثير بيصير التشهد هو ده راح يتشهد في الواقع. لا، لابد هو التشهد يكون بعد ركعتين لكنه جاء بعد ركعة ولا يقرأ صلاة الضغط. وكذلك إذا قدم مع الإمام في الركعة الرابعة والركعة الثالثة من الثلاثية ربما الكلام دقيق شوية لكن لا بأس أن ننبه عليه. هناك مسألة أخرى مهمة في هذا الجانب وهي فيما إذا كان هذا الخليفة مسلوخا، إذا كان مسلوخا أو كان المأموم مسلوخا أيضا. مرات الإمام الأصلي يستخلف مأموم مسلوخ فإذا ركع كيف يفعل؟ وكيف يفعل المأموم المسبوق؟ كيف يقضي ما فاته من الركعة؟
إذا كان الإمام هو المسؤول فإنه بعد أن تم الصلاة الأصلية بالناس يشير لهم بأن يجلسوا ولا يقيم ولا يقوم، ثم يقوم هو لقضاء ما عليه قاضيا في الأقوال وباليا في الأفعال على حسب القاعدة. بعد الإمام يقضي ما فات من الركعة، بعد ذلك يسلم معه من لم يكن مسبوقا من المأمومين، أما من كان مسبوقا فيقوم لقضاء ما عليه. لو فرضنا أن المسبوق قام مع الإمام لقضاء ما عليه، شو حكم صلاته؟ صلاته باطلة حتى ولو لم يسلم إلى الإسلام الإمام. إحنا عندنا قاعدة تقول القضاء في صلب الإمام يبطل الصلاة. القضاء في صلب الإمام يبطل الصلاة. هذا إذا كان الإمام مسبوقا. إذا كان المأموم مسبوقا فإنه بعد أن يتم الإمام الخليفة الصلاة يقوم ويسلم الإمام، يقوم المأموم لقضاء ما فاته من الركعة. هناك مسألة أخرى ذكر العلماء تشبه هذه المسألة ربما تحدث، وهي إذا استخلف مسافر مقيما. إذا استخلف مسافر مقيما إمام مسافر خلفه شخص مقيم استخلفه بعد أن يكمل هذا الخليفة الصلاة الأصلية هي صلاة المسافر ركعتين، يشير للمأمومين بأن يقوموا وأن يجلسوا في مكانه متحركش، ثم يكمل الإمام الصلاة. بعد أن يسلم معه المسافر ويقوم المأموم المقيم لتكبيرة الصلاة. وهناك قول في المذهب الضعيف وهو أن المسافر لا ينتظر الإمام وإنما يسلم، ما لا قول ضعيف في المذهب، لكن الصحيح والراجح في المذهب من رقم المذهب أن لا يسلم حتى المسافر، لا يسلم إلا بعد سلام الإمام. كل مرة في مخرج دينا. هناك مسألة أخرى وهي فيما إذا كان الإمام هو المسبوق وحده، فإنه بعد أن يكمل الصلاة الأصلية يشير للمأمومين بأن يبقوا في مكانه، يجلسوا في مكانه، ثم يقوم لقضاء ما فاته من الركعات مع الإمام الأول قاضيا في الأقوال باليا في الأفعال كما ذكرنا، ولا يسلم أنهم المأمومون، يسلموش بل ينتظرون، واجب عليهم أن ينتظروا، فيسلم بسلامه فيسلم بسلم. فلو خالف وسلم قبل الإمام نشوف ماذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. وربما في هذا القدر كفاية، ربما الأحكام دقيقة شوية، لكن هذه أحكام الاستخلاف التي ينبغي علينا كنحن كمسلمين أن نفهم هذه الأحكام حتى ولو نفهم الدقائق منها نفهمها بصورة إجمالية، لأن الإنسان ربما يتعرض لهذا الموقف في الصلاة فيستطيع أن يكمل الصلاة بالناس ولا حرج في ذلك. وذكرنا مسألة مهمة أن الإمام ألا يتحرج في الخروج من الصلاة إذا حدث له عذر، وكذلك على المأموم ألا يتحرج في التقدم لإكمال الصلاة بالمأموم. وأنتم الآن فهمتم إن شاء الله تعالى هذه الأحكام. وربما هي مسألة في مسألة الناس يقول لك إيه فيكمل ركعات، كيف بيكمل صلاة الصلاة؟ وذكرنا لكم ذلك. نسأل الله لي ولكم التوفيق، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن ينشرنا في ثورة خير الأنام واجعلنا في هذا الشهر من المعقودين من النار. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
صلى الله